ذاك الشاعر المصري الراحل الملقب بأبو المصريين وشاعر الفقراء، الجمهور الأردني إحياء يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، حيث حضر الحفل عدد من رجال الأعمال والمهتمين. الشاعر نجم خلال الحفل ألقى عدد من قصائده المشهورة بطريقة عفوية مصبوغة بخفة ظله رغم الإرهاق الذي بدا عليه. السجن الحر والكان مر، ولا مرة فكرني بالتوبة من جنوبة، ولا مرة. الأولى للنبي، والثانية أيوب، والثالثة غربتي، والرابعة المكتوب، والخامسة اللي افترى حتما يبات مغلوب. وقبل أن تبدأ الحنونة بنثر لوحاتها الفنية على خشبة المسرح، أعلنت الفرقة عن رفضها لمخطط برافر الصهيوني، كما أعلنت عن وقفة قامت بها لتنشد بعد ذلك بكتب اسمك يا بلادي. هلا، هاي الفعالية احنا عملناها علشان اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، اللي هو قرار التقسيم اللي صدر ب 47، واول مره صار الاعلان عن هذا اليوم كان ب 77 بهيئه الامم المتحده، وعشان هيك احنا قررنا انه نعمل هذا اليوم كتضامن مع شعبنا اللي هو احنا الشعب الفلسطيني. نحكي عن الفقرات اللي تضمنها اليوم الفعاليه كامله. تضمن اول شيء اجى الاستاذ فؤاد احمد فؤاد نجم، قدم شعر تقريبا حوالي 45 دقيقه. بعدين هلا فرقه الحنونه غير تقدم فقرات بتحكي عن فلسطين وعن رقصة فلسطيني والدبكة وهيك. يذكر أن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هو مناسبة تبنتها وتنظمها الأمم المتحدة، ويتم الاحتفال بها عادة في 29 نوفمبر من كل عام للتذكير بالقرار 181 الخاص بفلسطين. إلين يوسف، رؤيا.